الله يكرمك. السؤال بخصوص الميراث، توفيت وتركت يعني أختان، أختين يعني شقيقتان، نعم، وأولاد أخ وأولاد أخت، عفوا تركت من؟ أختان، أختين وأولاد أخ وأولاد أخت. الدكتور وإناء، الأختان هذه الميتة كلالة كما لا يخفى عليك، وكلالة تنتظمها آخر آية من سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فالأختان لهما الثلثان. ومن بعد؟ وأبناء أخ وأبناء أخت. أبناء الأخت ليس لهن شيء، ليس لهم شيء، والباقي لأبناء الأخ. السلام عليكم. الذكور والإناث أم للذكور فقط؟ الذكور والإناث أم للذكور فقط؟ نعم. تلك مسألة تحتاج مراجعتها، بارك الله فيك، لأنه يتنازعنا أمران. الأمر الأول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلولا رجل ذكر، والأمر الثاني هو تقاربهما كما لا يخفى عليك، فدعني أنظرها لك. السلام عليكم.